أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الخبر بقية. في العراق تظاهر المئات أمام البنك المركزي بعد تراجع العملة خلال أسابيع من 1470 دينارا للدولار الواحد إلى نحو 1600 في السوق الموازية. ولم تحل إقالة محافظ البنك المركزي قبل يومين ووعود رئيس الوزراء محمد شيع السوداني دون مزيد من التراجع وسط غضب شعبي متنام. الغضب نفسه في بيروت، مواطنون رافضون لتداعي سعر العملة المحلية وتسجيلها سعر صرف أمام الدولار بلغ 56 ألف ليرة في السوق الموازية إثر تراجعها بستة ألف ليرة في الأسابيع الأخيرة، متأثرة بجانب سياسي كفشل انتخاب رئيس للبلاد وعودة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وجانب اقتصادي تقني كتغيير منصة صيرفة سياستها تجاه الشركات والمؤسسات، ما دفع هذه الشركات للجوء إلى السوق السوداء. مصر أيضا يحتج شعبها عبر منصات التواصل الاجتماعي على الغلاء بعد تحول الحكومة إلى سعر الصرف المرن تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي الذي وافق على منح القاهرة قرضا جديدا في الخريف الماضي ليسجل سعر صرف الجنيه نحو 30 للدولار بعدما كان أقل من 20 جنيها في أكتوبر الماضي. نسأل في حلقة الليلة عن أسباب الانهيار المتزامن لعملات عربية، هل هو فشل اقتصادي وسياسي داخل كل دولة أم انعكاس لأزمات عالمية؟ وهل تنجح الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في الخروج من هذه الأزمات؟ وما تأثير كل ذلك هذا الانهيار على حياة المواطنين؟ نحاول الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفنا من بيروت ديانا منعم الباحثة في السياسات الاقتصادية وكبيرة المستشارين الاقتصاديين في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في بيروت سابقا، من بغداد دكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي والمالي، ومن القاهرة الدكتور رشاد عبدو رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية. سيدة ديانا منعم، هذا الانهيار المتزامن للعملات في أكثر من بلد عربي، هل هو صدفة؟ هل برأيك هناك خيط يجمع بين كل هذه الانهيارات أم أن لكل دولة ظروفها الخاصة؟ مساء الخير. نعم طبعا لكل دولة في ظروف خاصة، ولكن الشيء اللي بيجمع هيدي الدول هو رفض الأنظمة بكل هيدي الدول إن تقوم بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية لمواكبة ولتغيير مسار هيدا الانحدار الاقتصادي. ولكن طبعا بوضع لبنان بشكل محدد، مثلا إذا بدنا نقارنه بوضع مصر، على الأقل بمصر السلطات المصرية بمفاوضات جدية مع صندوق النقد، في برنامج مع صندوق النقد، وفي بداية على الأقل للإصلاحات، حتى لو طبعا ممكن أنه نحن نناقش لأي مدى هذه الإصلاحات عم بتم تطبيقها بجدية. ولكن بلبنان من نيسان لليوم يلي هو وقت يلي انعقد فيه الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد بلبنان، ما قامت السلطات اللبنانية بأي إصلاح لحتى على الأقل نبلش برنامج مع صندوق النقد. إذن الوضع طبعا متأزم جدا وفي رفض تام للسلطات بالقيام بأي إصلاحات. الليرة اللبنانية كل يوم تسجل رقما قياسيا جديدا، سجلت أمس واليوم نحو 56 ألف ليرة للدولار الواحد، وربما الانهيار أكثر قادم، أليس كذلك؟ صحيح الليرة عم تدهور بشكل كتير سريع. بهيدي السنة سجل معدل تضخم الليرة 171%، يلي هو أعلى معدل للتضخم منذ عقود بلبنان. هيدي أكيد أسوأ أزمة اقتصادية عم يشهدها البلد. طبعا ضيق وقلة شح الدولارات بالمصرف المركزي بيعني انه وضع الليره رح يضل عم يدهور، ومثل ما ذكرنا قبل رفض السلطات بانها تقوم باي اصلاحات بيعني انه وضع الليره رح يستمر بالتدهور. الليره اللبنانيه خسرت 97% من قيمتها منذ 2019، رقم لا يكاد يصدقه احد. دكتور ماجد الصوري في بغداد، اذا كان السبب هذا الانهيار الكبير في لبنان كما قالت ضيفتنا هو الفشل الحكومي في الاصلاح الاقتصادي والاستجابه لشروط صندوق النقد الدولي، ماذا عن العراق؟ لماذا يتراجع الدينار العراقي بهذا الشكل الكبير حتى دفع المواطنين الى التظاهر امام البنك المركزي؟ عزيزي، العراق في ظروف الحالية يختلف
اختلاف كبير جدا عن الظروف اللي موجودة في كل من سوريا ولبنان ومصر. المسألة الأساسية في العراق أن هناك إمكانيات هائلة مالية واقتصادية من الممكن السيطرة على هذا الموضوع، ولكن هذا يحتاج إلى وقت. هناك ظروف دولية، هناك ظروف خارجية، ظروف محلية أدت إلى هذا الموضوع. المسألة الأساسية في موضوع الظروف الخارجية اللي هي الضغوطات الأمريكية، من جملة الصراعات اللي موجودة في العالم الضغوطات الأمريكية على العراق من أجل السيطرة على الدولار الذي هو يمثل المورد الأساسي بالنسبة للعراق في منذ فترة طويلة. ولذلك السياسة اللي موجودة، يعني الوضع الموجود في العراق يختلف كليا عن الأوضاع الموجودة في الأخرى. الوضع في العراق عنده إمكانيات مالية ولكن لا يستطيع. العراق بلد غني دكتور، الكل يعرف العراق بلد غني يصدر ملايين البراميل من النفط يوميا. لكن وضح لنا أكثر، ماذا تقصد بالسياسة الأمريكية؟ هل تقصد الاشتراطات التي وضعها البنك الفيدرالي الأمريكي على التحويلات إلى الدولار في العراق؟ فيدرال بالضبط. بالضبط. هذه هي طبعا البنك المركزي منذ فترة حوالي سنتين يعمل على ضبط، على تطوير عملية المنصة المتعلقة بالحوالات الخارجية والاعتمادات وكل ما يتعلق بالتحويلات الخارجية والتجارة الخارجية، ولكن هذا استغرق وقت طويل. التوقيت الآن في الوقت الحاضر نتيجة للصراعات الدولية الموجودة، صراع العملات، ما أسميه بصراع العملات في الوقت الحاضر، بدأت أمريكا تعمل على ضبط تدفقات الدولار إلى الدول الممنوعة من استخدام هذا الدولار أو بالتعاملات الدولارية، ومعروف هذه الدول اللي موجودة. تقصد إيران؟ سأسألك أكثر تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بعد قليل دكتور لو سمحت. داخلية غير مضبوطة في العراق سيؤدي إلى تهريب الأموال إلى هذا. نعم، سأسألك تحديدا عن موضوع التهريب بعد قليل. سمعنا اليوم متظاهرين أمام البنك المركزي العراقي يطالبون بمحاسبة المهربين. سأسألك أكثر عن هذا الموضوع بعد قليل. دكتور رشاد عبدو في القاهرة، إذا أردنا أن نضع أسبابا معينة للأزمة الاقتصادية كما يصفها كثيرون أو خبراء اقتصاديون التي تعانيها مصر، متمثلة بتراجع سعر الجنيه، ارتفاع المديونية، تراجع قيمة أو تراجع الاحتياطات من العملة الصعبة، ما أسباب أزمة مصر الاقتصادية اليوم؟ في أسباب عامة بتخص كل دول العالم الناني، وإنما في جزء مخصص أكتر لمصر. بمفهوم إيه؟ العالم النامي لا يستعين بالأكفأ، من الآخر ما بتجيبش أفضل القيادات. لو أنت جايب قيادة مش قوية مش هتعرف تدير، هي دي مشكلة العالم النامي كله. ده بقى هتلاقيه موجود عند العراق، موجود عند لبنان، موجود في مصر بما ان انت بتتكلم عن هذا الثالوث. فدي مشكلة كبيرة. المشكلة الثانية نقص العملة الأجنبية. هل الحرب الروسية الأوكرانية أثرت؟ بلا جدال، انت خرجت من أزمة الكورونا دخلت المشكلة بتاعت الحرب الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على دول، بس في دول تأثرت أكتر من دول أخرى. يعني مصر عندها مشكلتين. كانت مصر تعتمد على الإيرادات على جزء كبير من السياحة. طب السياحة دي 34.5% منها كان بيجي من روسيا وأوكرانيا، دول ما بقوش موجودين، فدخلها نقص. أيوة الإيراد بتاعها من عملة أجنبية نقص، وفي نفس الوقت الفاتورة بتاعتها زادت. أيوة ليه؟ لأنها أكبر دولة بتستورد قمح في العالم، وكانت بتستورد 31% من القمح بتاعها من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي القمح فاتورته زادت، وبالتالي مصروف مصر والإنفاق على السلع الغذائية ارتفع كثيرا. فده كله خلى مصر بقى موقفها أصعب كثيرا من الغير، بالإضافة لشروط صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي لازم ندرك أنه بنك بيهمه أن الدولة اللي يقرضها، لأن فلوس دوارة، بمفهوم أن يديك عشان تسدد، عشان التاني يسدد، التالت يسدد. طب لو الأول والتاني ما سددوش مش هقدر يدي التالت ولا الرابع ولا العاشر، وبالتالي بيضع شروط قاسية جدا، وده بيعمل ضغوط شعبية. بلا جدال بيعمل ضغوط شعبية كتيرة، وبيعمل معاناة شديدة للمواطن. فعشان كده بيخلق التضخم في الدولة ويلزم الدولة بمعالجة التضخم. عشان كده تلاقي مصر راح ترفع أسعار الفايدة إلى 25%. ليه؟ عشان الناس ما تدولارش أموالها. كنا قبل كده الناس ما بيهماش أول حتة دي. ليه؟ كان الدولار سعر الفايدة فيه كام؟ 1.25.
والمصري كان بيوصل ل10 و11 و12، فالناس كانت بتعمل العكس، تحول فلوسها من الدولارات عشان الجنيه المصري. طب النهارده بقت 4.25 الدولار، وهيرتفع كمان قبل نص السنه الى فوق 5%. نعم. فالتخوف ان الناس تحول مدخراتها من العمله المحليه الى العمله الاجنبيه خلى البنوك تضطر تعمل حاجتين: ترفع سعر الفايده علشان تجذب الناس دول يحطوا فلوسهم في البنوك، الحاجه الثانيه انه يضطر يخفض قيمه الجنيه او العمله المحليه علشان الناس تحول من الدولار الى العمله المحليه. فده كلها المساله مرتبطه ببعضها، انما في الاول وفي الاخر مشكلتين بيعاني منهم دول العالم الثالث كلها: نقص في العملات الاجنبيه، والاخطر منها عدم الاستعانه بالكفاءات. نعم. انما بنجيب اهل الثقه، اهل الثقه حلوين بيقولوا كلام حلو انما ما عندهمش حلول حلوه. نعم. فدي مشكله كبيره. سأسألك بعد قليل عن سبب النماذج اللي تتكلم عنها. عن سبب يقول كثير من الخبراء انه يقف وراء الازمه الاقتصاديه وهو سياسات الحكومه الاقتصاديه. بعد قليل ساعود اليك. سيده ديانا منعم، هناك قاسم مشترك في اكثر من بلد ربما باستثناء العراق هو صندوق النقد الدولي. هل كان لابد لدولة مثل لبنان أن تلجأ، بمعنى هذا الخيار المر هل كان خيارا لا بد منه؟ هلا طبعا بدي اوضح انه لبنان بعد ما عنده اتفاق مع صندوق النقد. لبنان عمل اتفاق على مستوى الموظفين بشهر نيسان يلي هو نوع من اتفاق تمهيدي، بيذكر هيدا الاتفاق مجموعه من الاصلاحات يلي لازم تقوم فيها الحكومه اللبنانيه قبل ما ينعقد الاتفاق مع صندوق النقد. ومثل ما ذكرت سابقا هيدي الاصلاحات بعد ما تمت. عادة الدول بيكون عندها توجس من صندوق النقد، لأنه مثل ما ذكر زميلي مثلا بحالة مصر بتكون شروط صندوق النقد هي شروط قاسية جدا وبيكون عندها تبعات على المجتمع. ولكن للمفارقة بلبنان شروط صندوق النقد تأثيرها على المجتمع من المتوقع أنه يكون أقل وطأة من تأثير سياسات السلطات اللبنانية، خصوصا السياسات اللي اعتمدت آخر 3 سنوات. فمنشوف بمفارقة فعلا كبيرة أنه صندوق النقد هو على يسار سياسة، يعني رحمة بالنسبة للبنانيين. طبعا استعمال تعبير اليسار، على يسار سياسات، نعم هي رحمة بالنسبة للبنانيين. والأهم من هيدا الشيء هو أنه نحن بموضوع برنامج صندوق النقد هي مش الأموال يلي رح تجي من الصندوق يلي هي تقدر بشوي أكثر من 3 مليار دولار، مش الأموال يلي رح تجي من الصندوق هي المهمة، ولكن رزمة الإصلاحات يلي عم تتجنبها السلطة اللبنانية، لأن إصلاحات بتدق بصميم تركيبة هيدي السلطة وبصميم مصالحها لهيدي السلطة. وبالتالي نحن بانتظار الإصلاحات يلي هي شديدة الأهمية أكثر من الأموال يلي رح تجي من صندوق النقد. إذن الموضوع تعيدينه سيدة ديانا منعم إلى الجانب السياسي بكل بساطة، طالما أن هناك طبقة سياسية مستفيدة من الوضع الحالي، طالما هناك غياب لرئيس الجمهورية يعود الأمر كله إلى السياسة. طبعا نحن عم نحكي عن دولة أولا متخلفة عن سداد ديونها، عم نحكي عن مصرف مركزي عنده أكبر فجوة لمصرف مركزي بالعالم 60 مليار دولار، رقم ما شهدوا أي مصرف مركزي بالعالم. عم نحكي عن بنوك هي مقفلسة على 3 سنوات. الإصلاحات للقطاع المالي هي كتير واضحة، نحن بحاجة لإعادة هيكلة هيدا القطاع المالي ولسياسة نقدية أكثر حكمة. وعلى مدى 3 سنوات السلطات اللبنانية رافضة تعمل هيدا الشيء. السبب منه تقني، الحلول التقنية موجودة، السبب هو سياسي. هيدي سلطة ما بدها إصلاحات، عم تهرب، عم تسعى لشراء الوقت. وللمفارقة كمان 3 مليار دولار يلي نحن منتظرينهم إذا بدك من صندوق النقد، أو يلي من المتوقع أنه يجوا من برنامج من صندوق النقد، نحن بمقابلهم حرق المصرف المركزي 25 مليار دولار بآخر 3 سنوات. وبالتالي كان ممكن حتى بالأموال المتبقية بالمصرف المركزي لو استخدمت بطريقة حكيمة وبطريقة عادلة، بأنه نحن نرجع نوزع الخسائر يلي هي اليوم بالقطاع المصرفي بعدالة وننهض بالاقتصاد. ولكن للأسف السلطات اللبنانية اختارت مسار تاني عم بضر المجتمع. طيب.
هذا عن السلطات اللبنانية، ماذا عن السلطات العراقية دكتور ماجد الصوري؟ الحكومة العراقية أعلنت مجموعة من الإجراءات لمنع تراجع سعر الدينار أكثر فأكثر، مثل إقالة محافظ البنك المركزي، فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجار، إطلاق استيراد السلع والبضائع، تسهيل إجراءات الاستيراد إلى آخره. هل ترى أن هذه الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة سيد محمد شياع السوداني كافية لطمأنة الأسواق ومنع مزيد من انهيار الدينار؟ بالتأكيد هذه الإجراءات الحكومية بالفترة الأخيرة، وخصوصا في موضوع مهم جدا آخر، وهو ممنوع تداول السلع في السوق العراقي بالدولار. هذه مسألة راح تأثر تأثير كبير جدا على الوضع العام وبالتوجه نحو السيطرة على السوق، سوق الدولار بالذات. المسألة الربط بين سعر الدولار وسعر السوق المحلي كان ربط خاطئ، ولذلك اتجهت الحكومة إلى اتجاه مهم جدا في الوقت الحاضر، وأنه هي مستعدة أن تجهز جميع السلع التي يحتاجها الشعب العراقي، السلع المهمة التي يحتاجها الشعب العراقي خلال فترة قصيرة جدا، وتضرب جميع التجار المضاربين. هناك مضاربة داخلية وهناك مضاربة خارجية، ولذلك الاتجاه الآن هو مساندة سياسة البنك المركزي اللي وفر المبالغ للمسافرين سواء للسياحة أو للدراسة أو للعلاج، وفي نفس الوقت وفر الأموال لكل تاجر يعمل بشكل صحيح من أجل توفير السلع اللي موجودة، السلع الاستيراد اللي يحتاجها الشعب العراقي. ولذلك هذا الاتجاه أعتقد أنه حتى العلاقة بين سعر الصرف السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي، هذه مسألة يعني ليست بنفس النسبة اللي صارت في لبنان، وليس بنفس النسبة اللي صارت في حتى في تركيا أو في سوريا أو في إيران. ماذا عن مكافحة التهريب؟ هذا ممكن السيطرة عليه، وقد قد المضاربات تؤدي إلى فرق بين سعر السوق النقدي وسعر السلع التي المبالغ أو سعر المبالغ التي تدفع إلى التجار وإلى الصناعة والزراعة. هذه كلها ستؤدي خلال فترة أعتقد ستطول إلى 3 أشهر. نعم. ماذا عن موضوع التهريب؟ ما الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع عمليات التهريب هذه، والحديث عن أموال كبيرة يجري تهريبها وقوى معينة لا نعرف من بالتحديد تقوم بذلك؟ هو عملية السيطرة على التجارة ستؤدي إلى تخفيف عملية التهريب. السيطرة على تداول الدولار في داخل العراق سيؤدي إلى تقليل مع عملية التهريب. السيطرة على المنافذ الحدودية بكل الشرعية وغير الشرعية سيؤدي إلى تخفيض عملية التهريب، سواء التهريب الداخل إلى داخل العراق أو التهريب من العراق إلى الخارج. هذه كلها إجراءات الحكومة مصممة على تنفيذها، لكن هذا يحتاج إلى وقت أطول من الأوقات الاعتيادية، لأنه العراق يمر بظروف مثل ما نقول الهيجان الشعبي نتيجة المضاربات على أسعار السلع. هذه هي المسألة الأساسية. ولا السلع المستوردة، أي تاجر في العالم يجب أن يكون لديه خزين أقل شيء شهر إلى 3 أشهر، وفي العراق قد تصل إلى سنة. تمام. ولذلك ارتفاع سعر الدولار لن يؤثر على أسعار السلع المحلية إلا بعد فترة معينة، لكن هنا نرى أنه يوميا أي ارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار يؤثر على السلع. نعم دكتور رشاد عبدو في القاهرة، تحدثنا عن إجراءات الحكومة اللبنانية والعراقية، ماذا عن الحكومة المصرية؟ وهناك كثير من الخبراء الاقتصاديين يحذروا أو بالواقع قالوا أو يلومون الحكومة المصرية بسبب الإنفاق السخي على مشاريع البنية التحتية، المدن، تفريعات قناة السويس، العاصمة الإدارية، أنها بين قوسين استنزفت ميزانية الدولة وكبلت الميزانية المصرية بمديونية كبيرة، مما أدى إلى تراجع الجنيه. شوف، من حيث المبدأ الاستثمار في البنية التحتية ده شيء جيد،
مش وحش. ليه؟ لان بتخدم الجيل الحالي وبتخدم الاجيال القادمه. يعني لما جت الازمه الماليه العالميه كان الرئيس الامريكي اوباما ساعتها عمل ايه؟ قال انا هصرف كتير في البنيه التحتيه. ليه؟ لان بتخدم الجيل الحالي في تخلق له فرص عمل وبتخليه يصرف في السوق، وبالتالي بتخلق طلب على منتجات الشركات، الشركات بتشتغل بكامل طاقتها، ما بتتخلاش عن العماله، قيمتها في البورصه بترتفع، قدرتها التصديريه بتزيد، بتجيب عمله من الخارج، فدي ميزه. في نفس الوقت بتخدم الجيل اللي جاي، ايوه، لان الجيل الجاي ما تقدرش تعمل عماره من غير بنيه تحتيه، فده مش وحش، بس بشرط انه يكون في بنيه تحتيه. فدي ميزه مهمه، طبعا ميزه مهمه، لكن المشكله انك لما تصرف في حاجات مش مرتبطه ببنيه تحتيه، مش مرتبطه بالعمل المستقبلي والكلام ده كله، والاخطر من ده زي ما قلت لك انك ما عندكش سياسات ثابته مستقره، دي مشكله كبيره جدا. يعني لما اجي مثلا الاقي دوله زي امريكا ما فيهاش قانون استثمار، انما في تذليل للعقبات، في تسهيل مهمه المستثمر في قمه المشروع، كل الكلام ده مساله مهمه، ايوه، انما في دولنا العربيه والناميه انت بتحارب المستثمر، بتطفش المستثمر، فما بتقدرش تجذب مستثمرين يخلقوا فرص عمل وينشطوا ويعمل مشروعات يضخ انتاج، كل الكلام ده مشكله. فارجع تاني واقول مشكله العالم الثالث بالدرجه الاولى حاجتين، نقص في العمله، نعم، ونقص في الاستعانه بالكفاءات اللي تدير، وعدم وجود سياسات ثابتة مستقرة. احنا بنعمل إجراءات، الإجراء مؤقت، السياسات ثابتة. لما تيجي تلاقي دولة زي أمريكا على سبيل المثال بتلاقي أنه الانتخابات بتاعة الرئاسة بتعمل في نوفمبر بينما بيتولى في يناير. ليه؟ لأنه ما بيغيرش. كان زمان قوي لما عملوا الانتخابات عشان امريكا كبيره كان بتنقل الاصوات على ظهر البغير والحمار، طيب، الحمير، فكان بتقعد حوالي شهر، والفرز 10 ايام 40 يوم اللي هم الفرق بين الاثنين. النهارده بقت بتفرز والبطاقات مثقبه. طيب دكتور رشاد عبدو، الاجراءات القواعد، لا، الحزب الديمقراطي، نعم، عفوا، يعني تحدثنا كثير عن امريكا وموضوعنا مصر والبلاد العربيه، الاجراءات التي اعلنتها الحكومه المصريه من قبيل، نعم، كمثال، نعم، من قبيل تجميد المشاريع ذات المكون الدولاري ورفع سعر الفائده، هل هي قادره برايك على ضبط الاسواق ووضع الجنيه، منع مزيد من تراجعه؟ نكون واضحين عشان برضو الاخت بتاعت لبنان متفائله قوي بصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي بيفرض شروط قاسيه جدا، بيزود معاناه الناس جدا، بيعمق المسائل جدا، ولو دوله فيها ديمقراطيه بيقلب نظام الحكم وبيحصل مظاهرات وفوضى كبيره. فانما في النظم الدكتاتوريه بيقدر يفرض على الناس ما يريده سيد الصندوق، فالصندوق بيفرض قيود. اللي حضرتك قلته ده كله ايه؟ اللي حضرتك قلته ده الصندوق فرضه كشروط على مصر، وتعظيم دور القطاع الخاص بشكل كبير، ورفع بخاصة بالسيارات ورفع، فكل الكلام ده بيعمل مزيد من الضغوط على الناس. حتى ان الصندوق بيقول انا عارف ان الشركات والافراد والهيئات مش هيقدروا يتحملوا الكلام ده، بس ده لازم يتعمل. فدي كلها شروط من شروط الصندوق. نعم. وزي ما قلت لك برفع سعر الفايده عشان الناس تحط فلوسها في البنك. نعم. واللي عنده دولار يحوله الى جنيه مصر عشان استفاده من الفايده العاليه، والعكس، لان لو انت ما رفعتش ده الناس هتدولر اموالها، يعني تحول مدخراتها من الجنيه المصري او من العمله المحليه. نعم. الى الدولار الامريكي، فده يخلق مزيد من الازمات، لان البنوك مش هتلاقي فلوس او مش هتلاقي دولارات تحقق بيها التنميه، تجيب بيها مستلزمات انتاج، تجيب بيها سلع غذائيه واساسيه، تفرج عن البضاعه اللي موجوده في الجمارك ومركونه في الجمارك، اللي كمان الدوله بتفرض مزيد من الرسوم الارضيات و على المستثمر، فبيضطر يبقى سعره اغلى كتير، لما يفرج عنها بيبيعها بالغالي، فيؤدي الى مزيد من التضخم. حلقه متكامله، عشان كده بنقول ايه؟ السياسات لابد ان يكون سياسات ثابته مستقره. يعني ما ادي برضه كنموذج، الصين كام؟ 1400 مليون، مصر 100 مليون، انما بنقول دايما عندنا مشكله كبيره، عندنا عدد سكاني كبير ومستهلكين كبار، انما لو قدرت احول الناس دي من مستهلكين الى منتجين هيبقى ميزه يتغير الوضع. نعم تمام، الفكره واضحه تماما. معنى الاقتصاد الصيني ايضا يعاني، يصدر، قدر يجيب عمله، يعاني في الفتره الاخيره كثيرا، ولم يعد ذلك النموذج البراق كثيرا. سيده ديانا منعم، على ذكر الناس، في النهايه المواطن العادي هو من يدفع ثمن فشل الطبقه السياسيه او السياسات الاقتصاديه الفاشله، وفي لبنان مثلا وفي العراق ايضا وفي مصر وفي سوريا الاسعار جنونيه، كيف يمكن للناس ان تتحمل كل ذلك مع غياب الافق؟ في حلول. لا، السؤال لضيفتنا في بيروت. شكرا دكتور. عن نسبة فقر وصلت لحدود، تفضلي تفضلي،
لكن برجع عم أقول إنه بلبنان نسبة الفقر وصلت ل 80%، يعني نسبة فعلا مرتفعة جدا. وللأسف اللبنانيين اليوم النموذج الاقتصادي اللبناني هو عبارة عن نموذج اقتصادي بينتظر بس تحويلات المغتربين يلي هي من الخارج، اقتصاد بيصدر أبنائه، منه قادر يصدر سلع، منه قادر يخلق فعلا قيمة مضافة، نسبة تصديره هي نسبة ضئيلة جدا مع أنه إمكاناته كتير كبيرة بالنسبة للقطاع الخاص، ولكن نسبة تصديره هي صغيرة جدا بالنسبة لشو بيستورد. بيصدر أبنائه، هالأبناء بيبعتوا القليل من الدولارات يلي بيعيش الشعب من وراها، طبعا هيدا بالإضافة للمساعدات اللي من المنظمات العالمية. عم نحكي عن شكرا. بلد اليوم كل ميزانيته هي بتعادل نسبة المساعدات اللي عم تجي من شكرا من لكل المنظمات الضيوف العالمية. وبالتالي طبعا منعم. الوضع سيء جدا، سيء جدا للأسف الشديد. شكرا لك ديانا منعم، الباحثة في السياسات الاقتصادية وكبيرة المستشارين الاقتصاديين في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في بيروت سابقا. دكتور ماجد السوري الخبير الاقتصادي والمالي، ودكتور رشاد عبدو رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا على بقائكم معنا، غدا حلقة جديدة من برنامج للخبر بقية.